سلام إلى كل الأصدقاء، تعالوا لنستمع إلى الخبر السار، ولننظر إلى كتيب الصور، ولندقق بالاستماع إلى الشريط، وليكن على بالكم، إنه في أي وقت سمعتم الموسيقى القصيرة، أن تتصفحوا الورقة بصوت جمال بلانبوريان. الصورة الأولى. في البدء، في بدء الزمان كان الله وحده بالوجود، ومن غيره كان كل ما حوله مظلم. كان الله صالحا وهو يحكم على كل شيء، وكما تشاهدون بالصورة، إن الله خلق العالم وأمر أن يضاء النور بها فأضاء، وجعل الشمس سلطانا بالنهار والقمر سلطانا لليل. الله يتكلم. الكتاب الذي تشاهدونه بالصورة هو الكتاب المقدس، هو كلام الله، كتب عن نفسه وعن طرقه والطرق التي يتحدث بها معنا. الله يحب كل البشر، لكننا انفصلنا عن الله، والوسيلة الوحيدة هي الكتاب المقدس التي نستطيع من خلالها المصالحة وإيجاد طريق الرب. القصص الحقيقية التي سنذهب بشرحها تحدث عنها الكتاب المقدس من قديم الزمان. الصورة الثالثة. التكوين. أحيا الله كل شيء بكلامه الحي، وخلق كل شيء صالحا، وخلق الله الأرض والجبال والبحار والأنهار شكلها، ومن بعد خلق كل المخلوقات أحياء، الأسماك بالماء والطيور بالسماء وكل الحيوانات على الأرض، وكان الله راضيا عما خلق، لأن كل ما خلقه الله كان صالحا. الصورة الرابعة. آدم وحواء. ومن بعد خلق الله أول إنسان رجل وأول إنسان امرأة على الوجود، وسماهم الله بآدم وحواء، وأعطى الله لآدم وحواء السلطة على الجنة ليتحكموا بكل الموجودات. آدم وحواء كانوا أصدقاء الرب، وأسكنهم الله جنة عدن، وكانوا يشاركونه بالجنة، وأعطاهم الرب كل الاختيار لما تشتهي أنفسهم من فاكهة، ما عدا شجرة واحدة حرمها عليهم الرب. انظر بالصورة التي على اليسار، وسترى أن آدم وحواء تذمروا من أوامر الرب، وأكلوا من فاكهة الشجرة التي منعهم الرب منها، وفي تذمرهم هذا وعدم إطاعتهم لأوامر الله صاروا من المخطئين، ونقض العهد الذي كان بينهم وبين الله. وفي الصورة التي على اليمين نرى أن الله عندما أخرج آدم وحواء من الجنة كان عقابا لهم على ما ارتكبوه من خطيئة، ومن ذلك الزمان إلى يومنا هذا لتهيئة كل ما يحتاجه الإنسان من مأكل واحتياجاته الأخرى، يكل ويتعب ويمرض وأن يتحمل الألم. الصورة الخامسة. هابيل وقابيل. كان لآدم وحواء ولدان باسم هابيل وقابيل، وكان قابيل يحسد أخاه كثيرا حتى أتى يوم وقتله،
عاقب الله قابيل لخطيئته كما عاقب آدم وحواء. نحن البشر كلنا من نسل آدم وحواء، ونتعاقب الخطايا ونستارثها من أسلافنا، لذلك بالفطرة وبالذات نحن مخطئين. الخطايا تفصل الإنسان عن الله، ونحن بسبب خطايانا نستحق العقاب. الصورة السادسة، سفينة نوح. مرت السنين والعقود، وصار لآدم وحواء أجيال كثيرة، وقد أخطأوا وتذمروا عن أوامر الله. خطايا الناس وذنوبهم كانت عظيمة، لذلك قرر الله على أن ينهي العالم بوسيلة طوفان. ومع كل هذه الأمور كان شخصا من بين هؤلاء عابدا ومطيعا لله، اسمه نوح. أمر الله نوح بأن يبني سفينة كبيرة، وأراد الله بهذه الوسيلة أن ينجي نوح وعائلته من الطوفان العظيم. وكان نوح بالسنوات التي يبنيها السفينة يتكلم عن عدل الله ويوعي الناس حتى لا يأخذهم الطوفان، لكنه بلا جدوى لم يكن يسمع لكلامه أحد. الصورة السابعة، الطوفان العظيم. وطبق نوح ما أمر به الله، وأخذ أنواعا من الحيوانات والمخلوقات إلى سفينته، ودخل نوح وامرأته وأولاده الثلاث وزوجاتهم إلى السفينة. ومن بعد أغلق الله باب السفينة، وانهمرت أمطار غزيرة، وتفجرت ينابيع الأرض، ولم تبقى أي فرصة للنجاة من بقى خارج السفينة. نجا نوح ومن معه، وكانوا مأمن داخلها، وغرق كل من كان خارجها. ذلك نجا نوح لأنه أطاع أوامر الله. الصورة الثامنة، إبراهيم، سارة، وإسحاق. مر جيل بعد جيل، وصار لأولاد نوح عدة قبائل كبيرة، وكان من ذلك الجيل رجل يدعى إبراهيم. كان عابدا ومحبا لله ومطيعا لأوامره، وقال الله لإبراهيم: سأجعل من نسلك أمة كبيرة. إبراهيم وزوجته سارة لم يكن لهم أي أولاد، وكانوا كبارا بالسن، لكنهم كانوا مؤمنين بالله. ونشاهد في هذه الصورة أن إبراهيم وزوجته رغم الكبر رزقهم الله ولدا، وكان اسمه إسحاق، وإسحاق من أجداد يسوع المسيح الذي أتى لنجاة الأمم. الصورة التاسعة، موسى والله. من جيل إبراهيم أتت أمة كبيرة باسم بنو إسرائيل. كان موسى من ذلك الجيل، وكان مطيعا ومؤمنا بالله. وفي أحد الأيام دعا الله موسى على جبل، وأعطاه كل تعاليمه حتى يعلمها إلى بنو إسرائيل. ونشاهد في هذه الصورة نزول موسى من أعلى الجبل، وبيده الألواح نقش عليها قوانين الله. والله يريد من الكل أن يطيعوه وأن يعملوا بقوانينه وأن يعملوا بما أوصاهم. الصورة العاشرة، الوصايا العشر. نرى بعض وصايا وقوانين الله هنا، ويعلمنا الله هذه الوصايا حتى نعمل بها ونحبه. الوصية الأولى أن نبتعد عن عبادة الأصنام والحيوانات وما صنعته أيدينا، ونعبد الله الواحد. وعلى جميع البشر أن يتجمعوا يوما واحدا بالأسبوع لعبادة الله. والوصية الثانية أن يحترم الأبناء آبائهم
وأمهاتهم. ونشاهد بالسورة التحتانية على جهة اليسار أنه يجب علينا أن لا نتسبب في قتل أحد، وأن لا نزني، وأن لا نسرق أو نطمع بأموال أحد. ويريد الله منا أن نعمل بقوانينه وأن نراعي شرائعه. الصورة الحادية عشر: قرابين لذنوب البشر. في تلك الأيام كسر قانون الله من قبل الإنسان وارتكب الخطايا والذنوب، ووجب عليه أن يقدم ذبيحة كقربان لله تكيرا عن خطاياه. وكان القربان يقدم عوضا عن الشخص المذنب، وكان الكبش الذي يقدم للمذبح مثل يسوع المسيح ابن الله الذي سيق إلى مذبحه وهو صلب لكي يكفر عن خطايانا وعن خطايا جميع البشر. آمنوا بيسوع المسيح واعترفوا بخطاياكم وتوبوا عنها ولا تتبعوا الخطايا والخطائين، ولذلك فإن الله سيرحمك. الصورة الثانية عشر: ملاك مريم ويوسف. سنرى كيف ولد يسوع المسيح. من قديم الزمان وعد الله أن يبعث مخلصا، ونشاهد في الصورة التي على اليسار ملاكا من السماء يلاقي العذراء مريم. وكانت مريم العذراء في ذلك الحين مخطوبة لشخص باسم يوسف، وقال الملاك لمريم: سيتنزل عليك روح الله وستحبلي وتلدين ولدا وتسمينه باسم يسوع. ونرى كذلك بالصورة التي على اليمين أن ملاك الرب أتى برؤيا يوسف وقال له: تزوج من مريم ولا تخف ولا يكون لك أي شك، واعرف أن مريم حبلت بواسطة الروح القدس، وعليك أن تسمي هذا الولد يسوع، معنى المخلص، وإنه سينجي الأمم خطاياه. وعمل يوسف بأمر الله. الصورة الثالثة عشر: ولادة يسوع المسيح. كان على يوسف ومريم أن يسافروا إلى مدينة بيلح. عندما وصلوا إلى المدينة لم يجدوا فندقا كي يستريحوا به، لم يجدوا إلا إسطبلا يضم الغنم والبقر، وبقوا به حتى ولدت مريم هناك بيسوع. وفي تلك الليلة ظهر ملاك الرب لعدة من الرعاة الذين كانوا مشغولين بحراسة قطعانهم، بشرهم بميلاد يسوع المخلص بيت لحم. ومن بعد ظهر العديد من الملائكة السماء ومجدوا الله، وذهب الرعاة لرؤيا مخلصهم في بيت لحم. الصورة الرابعة عشر: يسوع المعلم. نشاهد بالصورة التي على اليسار يسوع وهو بالثانية عشر مشغول بالحديث والاستماع مع كبار ومعلمين القوم. قد تعجبوا هؤلاء من علم هذا الصبي بعلوم الله. وبالصورة الثانية نرى يسوع وهو مشغول بالحديث مع الناس عن الله، ويبين أن بعض الناس آمنوا بتعاليمه وقاموا بإطاعته، والبعض الآخر قاموا بمخالفته وعدم الاستماع إليه. وإن الله يريد منا أن نتبع المسيح ونؤمن به. الصورة الخامسة عشر: معجزات يسوع. ترينا هذه التصاوير قدرة يسوع المسيح على عمل المعجزات. جهة اليسرى نرى أنه أشفى بلمسة يد كفيف من بطن أم. وفي الصورة التي في الوسط نشاهد أن يسوع أقام طفلا من الموت أمام عين أبيه وأمه. وفي الأخير نرى أن يسوع مشى على الماء حتى يصل إلى تلاميذ يسوع المسيح. عمل كثيرا من المعجزات هذا القبيل حتى يرينا إنه ابن الله. لما يسوع أبصر العمي وأقام الأموات يستطيع بقدرة روح القدس يساعدنا. الصورة السادسة عشر: عذاب يسوع.
لقد قام يسوع بكثير من المعجزات العجيبة، وقد تبعه الكثيرين، وكان يسوع رحيما. لقد شفى الكثيرين من أمراضهم، وعلمهم طريق الله، أتى العالم حتى يخلص الخطائين. لكن الكثيرين كانوا يكرهونه، لأنه كان يلقبهم بالخطائين، وكان رؤساء اليهود يحسدون يسوع، ولم يكونوا يؤمنون به. ألقوا القبض على يسوع، وأشاعوا الكثير من الكذب بين الناس عليه، ومن بعد وضعوا تاجا من الشوك على رأسه، وبصق عليه، واستهان به أمام العموم، حتى جعلوه أداة للضحك. لكن يسوع لم يبدي أي مقاومة، وكان يعرف من قبل ماذا سيحل به. أعطاهم كامل الحرية كي يؤذيه ويقتله الخطاؤون والمذنبين. يسوع المسيح أتى لهذا العالم حتى يصير قربانا لخطايانا وخطايا البشرية، وبهذا الترتيب كفارة التي وجب علينا دفعها دفعها هو مكانه. الصورة 17، قتل يسوع. الجنود صلبوا الرب يسوع المسيح، وثبتوا جسمه بمسامير على خشبة، وأقاموا الخشبة وأوقفوها، وعلق رب المجد على الصليب حتى مات. وكان إلى جانبي الرب يسوع المسيح اثنان من المجرمين قتلوا بنفس الطريقة، وكان رائجا في ذلك الزمان أن يصلب المجرمين. لكن رب المجد لم يقم على أي جريمة، لكنه قدم كقربان حتى يكون كفارة لأخطاء جميع العالمين. نحن كلنا ارتكبنا الخطايا، ولهذا حكم علينا بالفناء. يسوع صلب مكاننا وأخذ منا الموت الذي كنا نستحق. لكننا إذا اعترفنا من أعماق القلب أننا مذنبين، وأن نتراجع عن طريق الذنب، فإن الله سيغفر لنا الخطايا. آمنوا بالرب يسوع المسيح كي تحصلوا على طريق النجاة. الصورة 18، قيام يسوع من بين الأموات. الأعداء كانوا يفكرون بإنهاء يسوع المسيح، لكنهم كانوا يتوهمون. بعدما صلب يسوع المسيح وأسلم روحه، وضع أصحابه الجسد في كهف، وأغلقوا باب الكهف صخرة كبيرة جدا. بقى المسيح بالكهف يومان، وفي اليوم الثالث قام من الموت. وفي حينها كان عددا من النساء آتيات إلى القبر، ولكنه لاحظوا أن الصخرة تحركت ولا أثر لجسد يسوع. وفي لحظة فاجأهم ملكان من السماء وقالوا لهم: يسوع ليس هنا، لقد قام من بين الأموات. يسوع المسيح بقيامه من الموت، فإنه يثبت بهذا العمل أنه رب المجد. يسوع حي، وقدرته أكثر من قدرة الشيطان الصورة 19، توما يؤمن. ومن بعد ما قام يسوع من بين الأموات، رآه عددا من أصحابه وتحدث معه، وحتى أكلوا معه. وواحد من تلامذة المسيح باسم توما لم يستطع أن يصدق أن يسوع حي وقائم من بين الأموات. قال توما: إني إن لم ألمس أماكن المسامير وألمس جراحه بيدي لا أستطيع أن أؤمن بقيامه. وفي هذه الصور نشاهد أن يسوع المسيح يظهر أماكن جراحه لتوما، ومن بعد هذا الحدث لم يكن لتوما أي ترديام. المسيح جد أمام المسيح وقال: أنت رب الأرباب. فأجاب يسوع: طوبى لمن لم يراني ويؤمن بي. الصورة 20، صعود يسوع إلى السماء. ومن بعد ما قام يسوع من الموت، أظهر نفسه 40 يوما إلى العديد أشخاص، ورآه الكثيرين إنه حي. وقد حان الوقت ليرتحل يسوع إلى السماء ويكون بجانب أباه، لأنه قام بإنجاز المهم والعمل الذي كان آتيه.
فقال يسوع لتلامذته عند صعوده إلى السماء: بشروا بالخبر السار لكل الأمم وكل أحد. وصعد يسوع أمام تلامذة السماء. كان نحنها بذلك المكان رجلان بلباس أبيض، قالوا للحاضر: كما صعد يسوع إلى السماء سينزل، ولحد ذلك الوقت وذلك الزمان سيظل يسوع بالسماء، ولكل من يؤمن به ويتبعه يحضر له الرب يسوع مكانا بالسماء. صديقي العزيز، أنت اسأل نفسك: هل تؤمن بالرب يسوع المسيح؟ وهل أنت مستعد ملاقات ما يرجع على الأرض؟ الصورة 21: الصليب. يسوع المسيح أعطى روحه على الصليب حتى يخلصنا من الخطايا والهلاك. هو لم يخطئ قط، هو بموته على الصليب استأصل الخطايا التي تبعدنا عن الله، وصار الصليب لنا كذكرى تذكرنا بهذه الحقيقة، أن يسوع كان قربانا طاهرا وخاليا من الخطايا، أصبح كفارة لخطايانا. ولهذا الدليل إننا عندما نؤمن بيسوع ونتوب فإن الله يغفر لنا إيماننا به كمخلص، ومن ذلك الحين أصبحنا أولادا لله وأتممنا عهد صلحنا معه. والصورة التالية تساعدنا لنعرف معنى المسيحية وماذا تعني وبأي مفهوم. الصورة 22: طريقان. يعلمنا يسوع المسيح على مر الحياة ويضع أمام ناظرينا طريقان: طريق عريض ومليء بالخطايا نهايته الهلاك وجهنم، لكننا كلنا من نسل آدم ولدينا طبيعة الذنب والخطيئة ونمشي بهذا الطريق العريض، لكن يسوع يأمرنا أن نأخذ بالطريق الضيق الذي نهايته ملك الله. في حياة أي فرد إن كان قد آمن بيسوع فإنه استمسك بطريق النجاة وحصل على الحياة الأبدية، وفي الواقع إنه سيغير الطريق العريض المملوء بالخطايا بالطريق الضيق الذي ينتهي حياة أبدية. والأشخاص الذين يمشون بالطريق الضيق ليس عليهم أي حكم وحسبان، لأنه طريق الله. إذا قررت أن تؤمن بيسوع المسيح تستطيع أن تكون لوحدك مع الله وتكلمه، فقل: يا الله، إني أعترف بأني أذنب وأخطأ، وأؤمن بأن المسيح صلب لأجلنا ومات لأجل خطايانا، اعف عنا واغفر لنا خطايانا وطهر قلبي من الخطايا واجعلني أحد أفراد عائلتك، وسأتبع المسيح بالدنيا والآخر، وأريد أن أكون معك بملك، ولك الشكر يا رب. الصورة 23: أولاد الله. نرى في هذه الصورة أن يسوع يرحب بكل قوم ولغة وطيف. هؤلاء آمنوا بيسوع المسيح لذلك صاروا أولاد الله. إنهم يمشون بالطريق الضيق الذي بنهايته ملكوت الله، والمؤمنون كلهم كعائلة واحدة، وكلهم بإيمانهم يتحدون بالرب يسوع. الصورة 24: الولادة. مرة في أحد الليالي أتى أحد المعلمين اليهود باسم نيقوديموس إلى يسوع حتى يتعلم عن الله. قال يسوع لهذا الرجل: إن أراد أحد أن يتصل بالله ويصبح من أهل بيته يحتاج إلى حياة جديدة، مثلما أن يلد مرة أخرى. نحن ليست لنا القدرة على أن نغير ما بأنفسنا. روح القدس بعدما نؤمن بالمسيح يدخل حياتنا حتى نتغير ونلد من جديد ونصبح إناسا جدد ونصبح أفرادا من أهل بيت الله.
الصورة 25 نزول روح القدس. هؤلاء هم تلامذة المسيح. في صعود المسيح إلى السماء قال لتلامذتي: إني سأعطيكم عطايا الروح القدس. ومن بعد 10 أيام من صعود المسيح إلى ملكوت الله تجمعوا تلامذة المسيح، وفي لحظة وبغفلة طبق ما وعد الله، تنزل عليهم الروح القدس وأعطاهم القدرة على أن يتحدثوا بألسنة ولغات، حتى يتحدثوا مع الأمم عن الأعمال الكبيرة والعجيبة التي قام بها الرب. وروح الله يسكن الحق في قلوب جميع المؤمنين بيسوع المسيح، وفيما يلي ذلك أن يعطي قدرة لهؤلاء ليحبوا يسوع ويطيعوا ما علمه لهم. الصورة 26 طريق النور. قبل أن يؤمن الشخص بيسوع المسيح، لهذا الرجل الذي يتخبط بالظلمة، هذا الذي يتخبط بالظلمة تعثر مرات وسقط مرات، لأن في هذا الطريق لا يوجد أي نور حتى يهتدي به. لكن بالوقت الذي نؤمن به بيسوع المسيح نصبح مثل هذا الرجل الذي يتمشى بطريق ممهد في وضح النهار الذي يملأه النور. قال يسوع: أنا نور العالم، الذي يؤمن بي لا يمشي بالظلمة قط. والله بإعطائه الروح القدس يساعد المؤمنين على أن يعيشوا طبق إرادته. الصورة 27 إطاعة كلام الله. المؤمن المسيحي هو فرد يعيش بأفكار جديدة ويطبق كلام الله، والمؤمن يشكر الله على غفران الخطايا. والمؤمن المسيحي لا يقدم على أعمال كالزنا والحرب والعراك والسرقة، أو أن يعبد الأصنام أو الأرواح أو أي آلهة غير الله. فإن روح القدس يعطي للشخص المسيحي القدرة للابتعاد عن الخطايا وأن تكون له حياة طاهرة وصحية. الصورة 28 العائلة المسيحية. انظر لهذه العائلة التي تمشي بطريق الرب. الرجل يحب زوجته والزوجة تحترمه. هذا هو الشيء الذي يأمرنا به الرب. يساعدون بعضهم بعضا ويربون أولادهم بطريقة أن يحبوا الله وأن يتبعوا كلامه. ويجب على كل عائلة مسيحية أن تواظب على دعائها وصلاتها وأن تخدم الله. الصورة 29 أحبوا أعداءك. علم يسوع تلامذته أن يحبوا الكل حتى أعداءه. ويجب علينا أن نساعد كل من يحتاج إلينا، حتى الذين من أعراق أخرى. يسوع المسيح بأحد الأمثال التي قالها للناس عن رجل ذهب في سفر لمدينة أخرى، لكن قطاع الطرق هجموا عليه وضربوه حتى وجده رجل آخر كان من قبيلة أخرى. أخذ الجريح الذي كان يحتاج بشد إلى من يراعيه فطببه، ولم يأخذ منه أي مقابل. يسوع يريد منا أن تكون لنا مثل هذه المحبة. الصورة 30 يسوع له القدرة المطلقة. هؤلاء يحرقون التعاويذ والطلاسم والأوثان التي صنعوها بأيديهم. هؤلاء قبل إيمانهم بيسوع كانت هذه الأشياء إحدى معتقداتهم. على المؤمنين المسيح أن يبتعدوا عن كل ما يتعلق بالشيطان والأرواح الخبيثة. إن الله أقوى من الشيطان والأرواح الخبيثة ومن كل الأصنام والطلاسم. ولا يجب علينا نحن المسيحيين أن نخاف من الشيطان، ونطلب فقط من الله أن يساعدنا ويحفظنا. آمين.
الصورة الواحدة والثلاث، إخراج الأرواح النجسة والشيطانية. نرى في هذه الصورة رجلا تملكت وجوده أرواح نجسة وشيطانية، حتى الحبال والسلاسل لم تستطع أن تقيده، لأن الأرواح النجسة وجدت قدرة قوية في داخل هذا الشخص. لكن يسوع المسيح أمر أن تخرج الأرواح من جسم هذا الرجل، ففعلت، وبهذا نجا الرجل من الأرواح الشيطانية التي ملكت جسمه، وأخبر الجميع بما حصل له. والقدرة التي عند يسوع المسيح أقوى بكثير من الأرواح الشيطانية، ولهذا وجب على الأرواح الشيطانية والنجسة على أن تطيع يسوع المسيح. الصورة 32، الوسوسة. نرى في هذه الصورة أحد المؤمنين المسيحيين الذي تأخذه وسوسة الشيطان حتى يترك المسيح، ويريد بنا الشيطان أن نتناسى الله وأن نفكر دائما بالمال واللبس والتدخين والأعمال القبيحة وشرب المشروبات المضرة. ويقول لنا الشيطان إن هذه الأعمال تفرحنا، لكن الشيطان كاذب ويعمل دائما حتى يضلنا ويهلكنا. فبالإيمان والاعتماد والتوكل على يسوع نستطيع أن نقاوم كل وسوسة من الشيطان. الصورة 33، إذا ارتكبنا المعاصي. قال يسوع لنا هذا المثل: ترك رجل في أول العمر بيته وذهب إلى مكان بعيد وارتكب المعاصي والأعمال القبيحة وارتكب الزنا، لهذا نفذت كل الأموال التي أعطاها إياه أباه وأهدرها لهذا العمل. ومن بعد أصاب المنطقة قحطا كبير، لهذا صار الرجل فقيرا وجائع. تأسف الرجل لكل ما عمل من معاصي ومن ذنوب، لهذا رجع إلى بيته وأبيه وطلب الاعتذار منه. كان الأب يحبه كثيرا، فلما رآه حضنه وضمه إليه. يقول لنا هذا المثل: إذا ارتكبنا أي معصية يجب أن نعترف من أعماق قلوبنا بذنبنا ومعصيتنا ونتوب عنها، فإن الله يحبنا كثيرا، لهذا يعفو عنا ويضمنا إليه وإلى نوره. الصورة 34، المرض. هذان الزوجين تنتابهم أحزان ويفكرون بمريضهم. ماذا يفعلون عندما يمرض أحدا من المسيحيين؟ هؤلاء يستطيعون الدعاء والتمعن بالمصلحة من الله، فإنما يكون لهم صلاحا فإن الله سيعطيه لهم. فإن الله إذا أراد أن يشفي أحدا جفاه أو يعطيه الحكمة بأن يأخذ علاجا أو دواء صحيحا. إن الأب يحبنا، وأي سوء يصيب أبناءه فهو لا يخرج عن نطاق تنظيمه. إن الله يحفظ المؤمنين من الشيطان، هذا لا يجب علينا أن نخاف من الشيطان. ففي أي سوء يصيبنا فإن يسوع معنا حتى ينزل علينا السرور والطمأنينة. الصورة 35، الموت. نحن جميعا نعرف أننا بيوم سنموت، لكن ماذا سيحل بنا بعده؟ إذا توفي أي مسيحي فإن روحه ستتصل بالمسيح. كتابنا المقدس الذي هو كلام الله يقول أننا نذهب من هنا حتى نكون مع المسيح. ولهذا الدليل أي شخص ذهب من عندنا إلى المسيح لا نحزن أكثر من اللازم ولا نخاف من الموت، لأننا نعرف أن الله يحبنا ويخلصنا من الخطايا. والأشخاص الذين لا يؤمنون بالرب يسوع المسيح سيفقدون الأمل الكبير بأن يعيشوا مع الرب حياة أبدية، وسيظلون بعيدا كل البعد عن الله، وسيظلون في العذاب الأبدي. وأنتم إذا توفيت فماذا سيحل بكم؟ الصورة 36، جسم يسوع المسيح. في هذه الصورة نرى أجزاء من جسم الإنسان، كل عضو من هذه الأعضاء له وظيفة معينة،
العين ننظر بها، والأذن لنسمع، والفم لكي نتحدث ونأكل، فكل أعضاء البدن تعمل مع بعض. إذا جرح أحد الأعضاء تداعيت له كل الأعضاء وبدت تحس بألمه. يقول الله المؤمنين كالجسد الواحد، واسم هذا الجسم كنيسة، ورأس الكنيسة هو يسوع المسيح. لذلك فإن الله أعطى لكل مؤمن عملا خاصا به، يصير أحدهم واعظا، وأحدهم يرنم، وبعضهم يعلم، ومنهم من يزرع، ومنهم من يطبخ، وكل واحد من هؤلاء يعمل للرب يسوع المسيح لكي يكون هذا الجسد قويا. ويجب على كل المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضا، فبغير هذه الصورة فإن جسم يسوع المسيح سيتعذب. الصورة 37، التجمع للعبادة. يجب على كل المؤمنين يتجمعوا دوما لعبادة الله، ويجب علينا أن نقرأ الكتاب المقدس وأن نتعلم منه، ويجب علينا كذلك أن نرنم لله ترانيم روحية ونصلي له، ويجب علينا أن نعطي الهدايا حتى تتقدم أعمال الله. لذلك يأمرنا الله بأن نضع موت المسيح في أذهاننا دوما. ونرى في هذه الصورة بعض المؤمنين وهم متجمعين ويشاركون بعضهم بعضا الخبز والشراب الذي صار رمز جسم ودم المسيح. الخبز رمزا لجسم المسيح الذي صلب ومات لأجلنا على الصليب، وكان الشراب رمزا لدم المسيح الذي نزفه المسيح لنجاتنا من الخطايا. الصورة 38، يسوع المسيح سيعود إلينا كما وعدنا. يسوع سيعود لنا يوما بغفلة من السماء إلى الأرض، وسيأتي ليأخذ جميع أعضائه، بمعنى أنه سيأخذ كل المؤمنين معه، وسيقام كل المؤمنين الذين توفوا من الموت، وستبقى قبورهم خالية، والذين على قيد الحياة سيأخذهم معا إلى السماء، وسنلتقي جميعنا بالرب يسوع المسيح وسنكون معه إلى الأبد. وسيظل الذين لم يؤمنوا بالرب يسوع على الأرض وسيحاكمون من عند الله. نحن الآن لا نعرف بالتحديد متى سيعود يسوع إلى هذا العالم، لكننا يجب أن نكون على استعداد كامل لملاقاته. هل أنتم على استعداد لملاقات الرب يسوع المسيح؟ الصورة 39، الثمرة. كما تشاهدون بهذه الصورة، الثمرة التي تعطيها هذه الشجرة تشبه ثمرة الروح التي يعطيها المؤمن. قال يسوع: أنا جذع الشجرة وأنتم أغصانها، إن بقيتم على الشجرة ستثمرون كثيرا. يعيش الله فينا روح القدس حتى يصلحنا وتثمر فينا ثمرة المحبة والفرح والسلامة والمساعدة وعمل الخير والتواضع والابتعاد عن الخطايا. وإذا لم تثمر أغصان الشجرة فإنها تقطع وتموت ومن ثم تحرق. ثمرة الروح يجب أن تكون مشرقة بحياة المؤمنين، فبهذا يجلل اسم أبانا الذي في السماء. الصورة 40، التكلم مع الآخرين. يأمرنا يسوع المسيح ويأمر كل المؤمنين بأن ينقلوا خبر النجاة إلى الآخرين، وأن نقول لهؤلاء بأنهم يستطيعون أن ينجوا من الخطايا ومن عذاب جهنم. نشاهد في هذه الصورة أحد المؤمنين الذين أطاعوا الرب يسوع المسيح وهو ينقل خبر النجاة إلى الآخرين، فبهذا سيساعدنا الروح القدس الله أن نشهد ليسوع المسيح. وتستطيعون أن تشرحوا إلى الآخرين ماذا تعلمت هذا الكي صور.